أحييكم جميعا ونستأنف ما كنا بدأناه في يعني لقاءات سابقة في علم العروض. نحن اليوم مع بحر آخر من بحور الشرق العربي، أقصد بحر الرمل كما هو مكتوب أمامكم، الرمل وليس الرمل، الرمل، وهو من بحور صافية. فاعلات فاعلات فاعلات، 3 مرات في الشطر الأول و3 مرات في الشطر الثاني. يتميز هذا البحر بأنه مرة يأتي تاما، فاعلات فاعلات فاعلات، 3 مرات في الشطر الأول، 3 مرات في الشطر الثاني، ومرة يأتي مجزوءا، يعني تحذف منه التفعيلة الأخيرة في الشطر الأول، في نهاية الشطر الأول وفي نهاية الشطر الثاني، فيكون على شكل فاعلات 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 تتم كتكون شيء. طيب، ثم إن هذا البحر يتميز بأمرين آخرين، أنه له يتميز بعروضتين و6 أضرب. العروض الأولى تأتي محذوفة عوض أن تكون فاعلات، تأتي على وزن فاعل ولها 3 أضرب سنتعرف عليها، والعروض الثانية في المجزوء تأتي كاملة تامة صحيحة فاعلات ولها كذلك 3 أضرب سنتعرف عليها. سنتعرف عليها من خلال ماذا؟ سنتعرف عليها من خلال الأمثلة المكتوبة أمامكم، وهي هذه، أرجو أن تكون واضحة. يمكنكم يعني أن توقفوا الفيديو وتسجلوا ما ترغبون في تسجيله إلى آخره إلى آخره. طيب، نبدأ مع المثال الأول أو مع البيت الأول، وفيه قول الشاعر: وسأكتب مباشرة الكتابة الرمزية على أساس أن الكتابة العروضية والزحافات والعلل وما الذي يجب أن يحذف وما الذي يجب أن ينضاف في الكتابة العروضية. هذه الأشياء تعرفنا عليها وكررناها وذكرناها حتى كأننا نكرر درسا واحدا، لأن درنا مجموعة من الأبحار الشعرية، في كل بحر من هذه البحور نكرر ونعيد كتابة العروضية كتابة العروضية، فهذه يأخذ منا وقتا. من أراد يعني الرجوع إلى هذا الدرس فهو مسجل أمامكم، ويمكنكم الرجوع إليه والاستفادة منه. أنا الآن سأتوجه مباشرة إلى الكتابة الرمزية وأقول: المثال الأول ماذا فيه؟ وإذا الفاحش لاقى فاحشا، وإذا الفاحش لاقى فاحشا فهناكم وافق الشن الطبق. مباشرة، ونشوفوا التفعيلة اللي غتعطينا: فاعلات فاعلات فاعلات. واش غادي تجي هنا؟ نشوفوا هنا ما جاتناش فاعلات، دائما كاين هذيك الخبن كيتحذف الثاني الساكن. نمشيو مباشرة إلى فاعلات فاعلات، وشنو عندنا هنا؟ فاعل. نشوفوا هنا عاوتاني فاعلات فاعلات فاعل. هادشي كله كنا سميناه الحشو، هذا الحشو، وهذه اش سميناها؟ ماذا سميناها؟ العروض، هاد الحشو وهذا الضرب. طيب، قلنا بأن العروض الأولى تأتي محذوفة على وزن فاعل، هي هذه. ما معنى محذوف؟ ها هو مكتوب أمامكم في الأسفل، وكنا أشرنا إليه في درس سابق. الحذف حذف السبب الخفيف، لأن الأصل في هذا فاعل فاعلات، حذفنا السبب الخفيف، أشنو بقى؟ بقى فاعل. لذلك قلنا بأنها العروض هنا محذوفة، والضرب مثلها محذوف كذلك، الضرب كذلك محذوف، يعني محيد منه السبب الخفيف. فهذا إذا العروض محذوف، هو اللي سمينا هنا العروض الأولى محذوفة على وزن ماذا؟ على وزن فاعل، هي هذه، لها 3 أضرب. الضرب الأول هو هذا اللي شفنا، ها هو
الضرب الاول فين لقيناه؟ لقيناه في المسار رقم واحد اللي وريت لكم على الصفحه المسجله امامكم. نشوفوا الان المثال رقم 2. المثال الثاني ماذا يقول؟ ان يوما جامعا شملي بهم، ان يوما جامعا، ان يوما جامعا شملي بهم ماذا؟ ذاك عيدي، ذاك عيدي ليس لي عيد سواه، ليس لي عيد سواه. تفعيلة ما هي؟ فاعلة، 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 فاعل اللي هي نفسها. نشوفوا الضرب الثاني ديالها، حنا كنقلبوا على الضرب الثاني. فاعلات، فاعلات، وهنا شنو تعطاتنا؟ ما جاتناش فاعل، جات فاعلان، 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 او قل فاعلات كما تشاء. ولكن ما الذي وقع هنا؟ الأصل فاعلات، فاعلات، أن أشنو ولات؟ فاعلان. هذا شنو كيعني؟ كيعني بأننا وقعنا فاش في القصر، يعني أن هذا الضرب هذه مقصورة. كيفاش مقصورة؟ حذف ساكن السبب الخفيف وتم تسكين المتحرك. فاعلات، هذا هو السبب الخفيف، هذا هو السبب الخفيف. اشنو وقع عليه؟ حذف ساكن السبب الخفيف، هذا هو الساكن، ها هو تحيد. واشنو اخر؟ وتسكين المتحرك اللي هو هذا، هذاك المتحرك اللي بقى تا هو درناه سكون. فاشنو ولات؟ فاعلات او فاعلان كما تشاء. هيا الضرب الثاني جاء على وزن فاعلان، ما الذي أصابه أو لحقه؟ القصر. أشنا هو القصر؟ هو اللي تكلمنا عليه الآن وهو موجود في المثال رقم 2، المثال رقم 2. لنبحث الآن على الضرب الثالث. الضرب الثالث يقول لنا أبلغ مالكا، أبلغ النعمان عني مألك، أبلغ النعمان عني مألك أنني قد طال حبسي وانتظاري، أنني قد طال حبسي وانتظاري. فاعلات، فاعلات، فاعل دائما، فاعل اللي هي هذه مرة أخرى. العروض محذوف، يعني محيد منه السبب، سبب خفيف، ها هو مكتوب قدامكم هنا. ونشوفوا الشطر الثاني، فاعلات، فاعلات، وهنا شنو وقع؟ فاعلات، ما فيها حتى شي مشكل. يعني أن العروض محذوف والضرب أشنو وقع عليه؟ جاء صحيحا لم يقع فيه أي تغيير. لذلك نقول بأن الضرب الثالث جاء على وزن فاعلات وهو ضرب صحيح وقد كتبت أمامكم، ها هنا صحيح، وهذا موجود فين؟ موجود في المثال رقم 3 اللي كتبناه دابا. على هذا الأساس غادي نكونوا قد استوفينا، على هذا الأساس غادي نكونوا قد استوفينا العروض الأولى. حنا قلنا بأن العروض الأولى لها ثلاث أضرب، واحد جوج ثلاثة، احنا ذكرناهم وذكرنا الأمثلة ديالهم. نشوفوا الآن الأضرب الثلاثة الأخرى التي تتمم لنا الستة، لأن قلنا لبحر الرمل ستة أضرب، شفنا ثلاثة، فينا هما الثلاثة الأخرين.
ثلاثة الأخرين مرتبطين بالعروض الثانية. هذه العروض الأولى اللي كسبنا الآن، حنا خصنا نشوفوا دابا العروض الثانية. العروض الثانية مجزوءة، يعني عوض فاعلات فاعلات فاعلات، كنقولوا غير فاعلات فاعلات فقط، فاعلات الثالثة ما كتكونش. العروض الثانية صحيحة تأتي على وزن فاعلات ولها ثلاثة أضرب، سنتعرف عليها، يعني سنتعرف على هذه الأضرب من خلال الأمثلة التالية. نلاحظ المثال الرابع ماذا يقول؟ مقفرات دارسات مثل آيات الزبور. مقفرات دارسات مثل آيات الزبور. ونشوفوا التفعيلة اشنو تعطينا. فاعلات فاعلات ثم فاعلات فاعلات. هذا فين وصلنا؟ إلى أن العروض صحيحة. كيف قلنا في البداية؟ قلنا العروض الثانية صحيحة، هاي صحيحة فاعلات صحيحة وعندها ثلاثة ديال الأضرب. الضرب الأول صحيح، ها هو الضرب الأول في الشطر الثاني، فاعلات فاعلات صحيح، ما في حتى شي تغيير، هو هذا صحيح في الموجود، في موجود في المثال الرابع. لنرى أو لنبحث عن فاعلتان في المثال الخامس لنرى كيف يتم استخلاص هذه التفعيلة. إذا شوفوا المثال الخامس ماذا يقول؟ يا خليلي أربعة واستخبرا. يا خليلي أربعة، خليلي خليلي أربعة واستخبرا واستخبرا ربعا بعسفان، ربعا بعسفان. إذا لاحظتوا هذا المثال الخامس، عندكم البيت الخامس، ستجدون الكلمة كلمة مشطورة شطرين، نصفها في الشطر الأول ونصفها في الشطر الثاني، هذا كنسميوه البيت المدور وقد أصمت الإشارة إليه في درس سابق. فاعلات فاعلات اللي هي هذه نيت دائما باقي معها صحيحة، وهنا فاعلات فاعلات. الله أكبر. طيب فاعلات 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 فاعلتان أو فاعلة، هي هذيك فاعلتان. ما الذي وقع هنا؟ يعني العروض فاعلات صحيحة، وشفنا في الضرب الأول جات وحدة بحالها، جا الضرب بحالها فاعلة صحيح، هنا فاعلتان، ها هي قدامنا فاعلتان. ما الذي لحق فاعلتان؟ الأصل هو ماذا؟ الأصل هو فاعلتان. قال لك فاعلتان ولحقها ماذا؟ لحقها التسبيغ. أشنو التسبيغ؟ هو مكتوب قدامكم زيادة حرف ساكن على ما آخره سبب خفيف. السبب الخفيف هو هذا، راه عندنا واحد الدرس خاص غير بهاد الاجزاء، السبب الخفيف، السبب الثقيل، الفصل الصغرى، الفصل الكبرى، الوسيط المفروق، الوسيط المجموع، تكلمنا على هاد الشيء. السبب الخفيف هو هذا، قال لك التسبيغ زيادة حرف ساكن على ما سببه كان اخره سبب خفيف. هاي اذا شو اللي عندنا؟ فا عي لا تا ان فاعلتان، وهي اللي شفناها فين؟ وهي اللي شفناها في المثال رقم 2. نشوفوا الان المثال الاخير رقم 6، راه مكتوب عندكم رب هجران طويل، رب هجران
طويلي إن مالو أو دع القلب أو دع القلب الحزن أو دع القلب الحزن فاعلات فاعلات هيا دائما العروض الثانية صحيحة هي هذه وقع فيها شي تغيير نشوفوا الضرب اشنو اللي وقع فيه فاعلات هذا حشو والضرب شنو وقع فيه فاعل فاعل اللي هو هذا ها هو مثل الضرب الثالث فاعل ماذا لاحق فاعلات لاحقها الحذف راه كنا شفناها هنايا احنا شفناها من جديد ما هو الحذف او مكتوب قدامكم الحذف حذف السبب الخفيف يعني كانت فاعلات ان حيدنا لها السبب الخفيف اشنو بقات فاعل كنتمنى يكون هادشي باين ان اذا هو هذا الحذف والقصر والتسبيق التغييرات اللي كتوقع على بحر الرمل اذا هذا هو بحر الرمل لقد حاولنا ان يعني نختصر شويه في الحديث بحر الرمل فاعلات 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 ثلاث مرات في الشطر الاول ثلاث مرات في الشطر الثاني يتميز الرمل بعروضتين وستة اضرب ست اضرب واحد جوج ثلاثة واحد جوج ثلاثة ثلاثة الاولين كاينين مع الرمل التام اللي فيه التفعيله ديالو كامله وثلاثة الاخرى كاينين مع العروض المجزوء اللي محذوفه منه واحد التفعيله في نهايه الشطر الاول وفي نهايه الشطر الثاني بحر الرمل هذا من البحور كذلك الجميله والخفيفه وقد نسجت على منواله وعلى انغامه العديد من القصائد الجميله لعل من اجملها وربما سمعونا هذا على يعني لمن يهتموا ببعض القصائد المغنات لام كلثوم يا فؤادي اين الهوى كان صرحا من خيال فهوى نعم وفي نهاية القصيدة افشلت لي طيب تبارك الله عليكم الى اللقاء لا تفكرتها يا حبيبي كل شيء بقضاء ما بأيدينا خلقنا تعسى ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم بعد أن عز اللقاء فإذا أنكر خل خله وتلاقينا لقاء الغرباء ومضى كل إلى حاله لا تقل شئنا فإن الحظ شاء فإن الحظ شاء إلى اللقاء